الاهلي تأجيل مباراة الأهلي والبلاستيك ليوم الجمعة. كان من المفترض أن تقام مباراة غدا ما بين النادي الأهلي ونادي البلاستيك، مباراة ودية، ولكن تم تأجيلها ليوم الجمعة القادم بعد بكرة يعني إن شاء الله. كابتن سعد عبد الحفيظ بيقول الأهلي جاهز لمواجهتي المقاولون والزمالك. اعمل حسابك بقى، لأن احنا الفترة الجاية أهلي بس، هنقعد بقى ان الناس كلها بتبعت عايزين أهلي عايزين أهلي خلاص. ابتداء من يوم الجمعة إن شاء الله أو من يوم السبت، يعني هتبقى عندنا الحلقات كلها هتبقى او معظمها كلها عن النادي الاهلي وعن ارقام بقى اللعيبه ويعمل ايه وده مين وده فين والصفقات اللي جايه والصفقات اللي ماشيه والكلام ده كله. رمضان صبحي يخضع للفحص الطبي، يعني كان حاسس بشويه تعب كده وراح للفحص الطبي. طبيب الاهلي بيطمئن على المصابين. احلى حاجه عملها في حياته الكاف او احمد ده قبل ما يمشي او هيكمل بصراحه. الكاف بيعلن اقامه نهائي دوري ابطال والكونفدراليه من مباراه واحده، حاجه بالنسبه لنا رائعه حقيقه، يعني على الرغم ان احنا خدنا معظم بطولاتنا من الملاعب الاخرى، ولكن هي بالنسبه لي حاجه جيده. انفانتينو رئيس الفيفا بيزور المتحف المصري، ولن نسيطر على الكاف ومهمه فاطمه سموره تحسين الاداء، ده ايضا انفانتينو. عقوبات مع ايقاف التنفيذ ضد الجزائر بسبب سلوك الجمهور باستاد القاهره، زي ما حضراتكم عرفتوا يعني كان هناك بعض السلوك الغير رياضي من بعض الجماهير الجزائريه، ولكن تم ترحيلهم، واعتقد ان سوف تكون هناك ايقافات خلال الفتره القادمه على المنتخب الجزائري. مشجع وصل القاهره من زيمبابوي سيرا على الاقدام، تم تكريمه من قبل رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم احمد جاي من زيمبابوي لغايه هنا ماشي، ربنا يديله الصحه، هو عموما رفيع كده. ما بكره ان شاء الله في عموميه ساخنه للاتحاد الافريقي بمقاطعه تونسيه. دي كانت الاخبار اللي عندنا النهارده، ويعني زي ما حضراتكم سمعتوا من الدكتور احمد بعض الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه السنغال والجزائر، وايضا بعض الارقام الخاصه بمباراه تونس ونيجيريا، على الرغم ان ما كانتش كتير يعني. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد، ان شاء الله بقى يوم الجمعه نعمل الحلقه بتاعه النهائي، وبعد كده بقى نبتدي بقى نعمل اللي احنا عايزينه كله في النادي الاهلي باذن الله. بالتوفيق طبعا الاول منتخب الجزائر في المباراه النهائيه، وبالتوفيق باذن الله النادي الاهلي الاسبوع الجاي، ونحسم اللقب بدري الدوري باذن الله الحقيقه.